وجه جيريمي كوربين صفعة كبيرة لبوريس جونسون زعيم حزب المحافظين بكشفه عن محاضر اجتماعات سرية مشتركة بين إدارة ترامب وحزب المحافظين. هذه الوثائق تثبت أن الولايات المتحدة تطالب بأن تكون منظومة الرعاية الصحية ضمن المحادثات التجارية. هذه الوثائق تثبت خداع بوريس جونسون للناخبين. لدينا الآن دليل على أن تحت إدارة بوريس جونسون أن منظومة الرعاية الصحية ستكون معروضة للبيع. في المقابل وكعادته راوغ بوريس جونسون في الإجابة المباشرة على بيع منظومة الصحة الوطنية. تحت أي ظرف من الظروف لن تباع منظومة الصحة الوطنية، بل ستشهد تحولا كاملا. هذه حكومة جديدة ذات نهج جديد، نؤمن بوضع مبالغ كبيرة الآن في منظومة الصحة الوطنية. على صعيد آخر، أطلقت نيكولا ستورجن البرنامج الانتخابي لحزب اسكتلندا الوطني. إن فوز الحزب الوطني الاسكتلندي بأكبر عدد من المقاعد في اسكتلندا سوف يرسل رسالة واضحة مفادها أنه يجب إجراء استفتاء على الاستقلال العام المقبل. وقد أكدت ستورجن أنها منفتحة لتشكيل تحالف مع الأحزاب الأخرى بعد الانتخابات، لكنها استبعدت عقد صفقة مع المحافظين أو الدخول في تحالف رسمي مع حزب العمال. ستكون الانتخابات في اسكتلندا حجر الزاوية بالنسبة للانتخابات العامة في بريطانيا، فالأحزاب تتنافس على 53 مقعدا، والحزب الوطني الاسكتلندي حصد 35 مقعدا في الانتخابات الأخيرة. وهذه المرة هو يسعى في برنامجه الانتخابي أن تستقل اسكتلندا بعد هذه الانتخابات. عمرو منيري، قناة الغد، لندن.